3 ملايين برميل إضافياً من النفط تخطط الولايات المتحدة لشرائها لتعزيز مخزونات النفط الاستراتيجية لديها وفقاً لما أعلنته وزارة الطاقة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي. وبحسب الوزارة فقد قدمت الولايات المتحدة طلباً لشراء 3 ملايين برميل، وتم منح عقود ل5 شركات بالفعل بمتوسط سعر يبلغ نحو 73 دولارا للبرميل، أي أقل من متوسط سعر 95 دولارا للبرميل التي بيعت به براميل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي العام الماضي. وفيما تسعى الولايات المتحدة لشراء هذه البراميل، قالت الوزارة إنها ستستقبل العطاءات لطلب جديد من النفط الخام على الكبريت حتى 20 من هذا الشهر، على أن تمنح العقود بحلول 30 يونيو للتسليم في سبتمبر. من مدينة الجزائر ينضم إلينا السيد شعيب بطمين، الرئيس التنفيذي في رانا دريل. أهلا بك معنا في البرنامج. هل برأيك هذه البراميل الإضافية التي تعتزم الولايات المتحدة لشرائها لملء مخزونها الاستراتيجي ستكون كافية إلى إحداث فرق على مستوى الطلب، وبالتالي من الممكن أن تكون دافعا للأسعار إلى صعود ولو بشكل بسيط؟ صباح الخير سيدتي لك ولكل المشاهدين الكرام على قناة الشرق. صحيح الولايات المتحدة الآن يعني مستويات يعني الاحتياطي SPR هي الآن منخفضة جدا، وهي تبلغ الآن حوالي 352 مليون برميل، وهي النسبة الأقصى الأقل نسبة من حوالي الآن من 1983. فهذا الانخفاض المحسوس في المخزون الأمريكي بطبيعة الحال تتابعه الإدارة الأمريكية بقلق كبير. الأيام الماضية كانت إدارة بايدن صرحت بأن الإدارة الآن تنوي شراء يعني ملايين أو يعني تبدأ بعملية ملء الخزانات لما تنخفض الأسعار تحت 75 بين 75 وبين 70 و65 دولار. المشكلة الآن سيدتي الآن المشكلة أعتقد أن المخزونات الأمريكية الآن أصبح تطغى عليها يعني العملية التجارية أكثر منها استراتيجية. العام الماضي 2022 الأسبيار الأمريكي يعني كانت براميل بيعت ب 92 دولار، وكأنها الآن عملية تجارية. الآن الإدارة الأمريكية تنتظر هذه الأسعار التي تنخفض وتقوم بعملية الملء الآن لكي ربما بعد الشهور، والإدارة الأمريكية تدرك جيدا بأن الثلثين يعني الأخيرين من 2023 يكون هناك ارتفاع في أسعار البترول. كما تعلم السوق الصينية يعني هي الآن يعني الفوكس لكل يعني الماركت في العالم، فهي يعني المفترض تكون الطلب حوالي 2 مليون برميل يوميا. لكن أنوه بشيء جد يعني ذو أهمية كبرى، الصين هي مرتبطة باقتصادات العالم، يعني هي مطبخ العالم. إن لم تكن نحن نستهلك في دول العالم لا نستهلك المنتجات الصينية، فالصين في حد ذاتها لا تستطيع أن تورد منتجاتها، وبالتالي نحن الآن مرتبطون بمدى تخفيض مستويات التضخم يعني التي بلغت يعني 2 digits في بعض الدول، يعني فاقت 40% في تركيا. في ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا كذلك يعاني بمستوى يعني تضخم يصل 7.5% التي كانت حوالي 19 يعني في الأشهر الماضية. فأعتقد أن قياس الأوبك الآن الكثيرون يخطئون يعني وكأنهم يستفسرون لماذا الأوبك تحاول خفض الإنتاج. الأوبك يعني خفضت 2 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر، وقررت كذلك في شهر أبريل الماضي بخفض 1.60 مليون برميل يوميا. والآن العربية السعودية تقود مبادرة وكأنها تقوم بمبادرة لوحدها بخفض 1 مليون برميل في شهر جويليا المقبل. أعتقد أن هذه المبادرة السعودية هي مبادرة لجس نبض السوق النفطية. إذا كان فيه يعني نعم. طب سيد الشعيب دعنا نقف
دعنا نقف عند توقعات جولدمان ساكس للأسعار، يرى أن تخفيضات أوبك التي نتحدث عنها قد تدفع النفط إلى نطاق 90 دولارا للبرميل. يعني قال أنه أحدث خفض للإنتاج سيؤدي إلى انخفاض مخزونات النفط، ما يتسبب بدوره طبعا لدفع الأسعار إلى نطاق 90 دولار، هذا بحسب جولدمان ساكس. هل ترى الأسعار عند هذه المستويات في هذه الفترة أو الفترة المقبلة؟ أنا أتفق تماما مع هذه الدراسة سيدتي، لأنه الآن نحن قادمون على فصل الصيف. الولايات المتحدة هناك يعني يكون فيه طلب على الطاقة، يكون هناك يعني درايفنج سيزون في الولايات المتحدة، وبالتالي يزيد الطلب على الطاقة. السوق الصيني كذلك، هناك معدلات تضخم في انخفاض في أوروبا على أساس خاصة ألمانيا وفرنسا. فهذه يعني انخفاض مستويات التضخم مدعومه بما نسميه الان في الولايات المتحده يعني الطلب المتزايد. توجد هناك نقطه جدا مهمه، اذا بدات الولايات المتحده في ملء الخزانات هذا يعني انه يكون هناك طلب مزيد من الطلب على الطاقه. اذا كان في مزيد على الطاقه اعتقد ان السوق سوف يعني تستجيب، وهناك يعني يكون طلب كثير، واعتقد ان اسعار البترول سوف تتخطى حتى 90 حتى 100 دولار. هذا رايي الشخصي مع نهايه السنه، لان السوق الان يحتاج الى مزيد من الطاقه لتحريك الاقتصاد، لان الاقتصاد العالمي ليس في حاله الطبيعي، ليس في حاله في حاله الجيد، فهو يحتاج يعني الى مزيد يحتاج من الى النفط. هو ليس في وضعه الجيد سيد، يعني اعذرني على المقاطعه، هو ليس في وضعه الجيد من ناحيه الاقتصاد، ولكن يحتاج الى النفط لتحريك الاقتصاد. هل لك ان تشرح هذه النقطه؟ يعني لم افهمها كثيرا. تستطيع إعادة السؤال إن سمحت سيدتي؟ أنت تقول أنه الوضع الاقتصادي العالمي ليس بالوضع الجيد، وبالتالي هناك ضرورة لتحريك الاقتصاد، ولذلك هناك ضرورة لتحريك النفط؟ صحيح، يجب تحريك الاقتصاد بكيف؟ يجب تخفيض مستويات التضخم التي يشهدها العالم، ويوجد أمر مهم جداً في منظوري، في وجهه نظري، هناك توجد حرب الان، الحرب الان داخل اوروبا، داخل اوكرانيا وروسيا. هذه الحرب لا تشارك، هي ليست فقط بين طرفين، بين دولتين، هي بين نقدر استطيع اقول هي بين روسيا ودول غربيه بكلها. فاعتقد ما دام هناك حرب توجد هناك يعني مشاكل، ويجب ان نعالج هذه المشاكل لكي نساهم كذلك في تخفيض مستويات. نحن نشكرك جزيل الشكر سيد شعيب بطمين الرئيس التنفيذي في رانا دريل على هذه المشاركة معنا، حدثتنا من الجزائر.